زمان حد هناك. على المباشر ما عجبكش كامل طبعا. احلى المباشر على بركة الله. بما يدخلوا ولا ما يدخلوا دقيقة على 155 داخل 500 على بركة الله. أسعد الله أوقاتكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم، أنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة قويطرة، وبالتبع حنا في المهدية كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي. هذا الشاب شاف عمرك بدر 30 سنة، هذا الشاب اللي في عمر ديالو 30 سنة اللي مجموعة ديال الصفحات اللي كيتنمروا عليه وكيحطوا الصورة ديالو بلا إذن ديالو بلا شي حاجة، كذلك اللي كيقولوا أنه هو اللي ضرب اللاعب ديال حمد الله اللي غنسمعوا هذه القصة اللي هي ما يعاني منها. مجموعة ديال الصفحات كبيرة كيقول أي واحد ما يعطيو معلومة صحيحة وأي واحد ما يعطيو أنه مع الأسف أنهم كيستغلوا الموقف وكيعرف التليفون الله يخليك حيدو فكيستغلوا الموقف وكيبغيو يديروا له مش عامل حاجه وكيفزوه مش عامل حاجه ووصلوا معاه حتى انه ولاو كيطلبوا له الفلوس. خاصنا هذه القصه اليوم. مرحبا بك بدر، انت مغربي سعودي حامل جنسيه سعوديه وجنسيه مغربيه، ام ديالك سعودي عفوا ام ديالك مغربيه والاب ديالك سعودي الله يرحمه جرح حمد. مرحبا بك مره اخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. كشكر قناه شوف تي في على الاستضافه. مرحبا. قناة الشعب، قناة المصداقية. نعم سي بدر تفضل. بغيت نوضح الرأي العام، أنه ماشي أنا اللي ضربت اللاعب حمد الله. عدة صفحات كينشروا الصورة ديالي. كينشروا الصورة ديالك؟ كيفاش كينشروها؟ ما فهمناش، بغينا نفهموها الله يخليك. الصورة ديالي اختاوها من بروفيل ديالي وكينشروها في الصفحات ديالهم لأساس أنا اللي ضربت اللاعب حمد الله. الصورة زادوا ليها واحد المشويطه دايرينها في ديب الفوتوشوب مصايبه مفبركه، صوره مفبركه كيقوموا بالنشر ديالها في الصفحات ديالهم. واللي استغربت من الامر انه الناس كاين اللي متيقين انه انا فعلا اللي ضربت اللاعب حمد الله، كاين يوصلوا لهذا النيفو انهم السياق ومشى معاهم في الخط ومجموعه ديال السب والشتم وكاين اللي كيتهدد كاين اللي هذا. وبغيت نوضح المشاهدين بتوضح المشاهدين واحد المساله انه ما يتيقوش اي صفحه كتنشر شي خبر. يتيقوا مثلا شي مصدر اللي هو موثوق، مثلا شي صحفي شي حاجه موثوقه، والفاعل الحقيقي راه تم نشر الصوره ديالو من طرف الصحافه وهذا وبين الصوره ديالو خرج هو بتصريح اللي عمل انا اللي ضرب لاعب. كنت في المغرب ولا كنت في السعوديه؟ لا كنت في المغرب. كنت في المغرب معناها انك مثلا الموقع الواقع اللي وقعت ما كنتيش انت في. نعم. ما كنتش انا في السعوديه اصلا. نعم. حتى الناس اللي كيبارطاجيو تيتاكدوا من الخبر انه صحيح، يعني كنوجه لهم رساله. نعم. من هذا المنبر انه ما يشوفوا الخبر حتى يتاكدوا انه فعلا يعني الشخص فاعل حقيقي. نعم. ماشي واحد مثلا عنده مثلا واحد 10,000 متابع ولا 20,000 متابع نشر الخبر وتبداو تبارطاجيو هكاك الصوره بلا ما تاكدوا. نعم. كينشروا الصوره ديالي بدون الموافقه ديالي. كينشروها هكا. هكا بدون موافقة. عندك شي ما يثبت؟ عندي ما يثبت. نعم. يعني ممكن تبين الصوره. يعني معلش نحاول انا نبينو الصفحه ولكن نبينو نحاول نبين الصوره فقط باش من. هذه هي الصوره اللي منتشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خليك هكا ما تحركش نتايا. يعني هذه مو فبركه. هذه مو فبركه. هذا انت يا. هذا انا. وقالت هنا في الطابله. نعم. هزوا على اساس انا اللي ضربت حمد الله وزادوا لي في التصويره ديال المشويطه. بما انت ما كنتش هاد المشويطه. ما كنتش هاد المشويطه. نعم وكتبان على كنت جالس في مطعم عادي. نعم. كنت جالس في مطعم عادي. انت كنت في واحد المقهى. كنت انت حاطها في الصفحه ديك الخاصه. قرني الله يخليك. نعم. كنت انت كنت في واحد المقهى خاص. مطعم عادي كرة عادية. نعم
هل هادو هما قطعوا هذيك الصورة واستغلوها؟ استغلوها. نعم دخلت كنقرا التعليقات، الغريب في الامر بزاف الناس متيقين، واخا ماشي منابر اعلاميه اللي كتنشر هاد الصوره هذه، صفحات عاديه، صفحات خاصه عاديه. يجي وحدين باش يديروا هاد القضيه. نعم باش يشوفوني. نعم بغيت نعرف انا شنو الاسباب هاد الناس، يعني شنو درت ليهم انا، يعني شنو السبب علاش يديروا هاد الشيء؟ واش كراهيه؟ واش تنمر؟ واش ميز عنصري؟ واش ابتزاز؟ نعم يعني قبل سبق قبل وتقدمت بشكايه. ديجا كان وقع بحال نفس المشكل؟ كان طلب مني 100 مليون الشخص اللي كان في شهر قبل. هاد نسال صور ولا صور اخرى؟ على ديك الصور اخرين. هاد صور اخرين كانوا كيحطوا. ديجا وقع نفس المشكل. كانوا كيحطوا الصور ديالي. نعم. مع عدة فنانين مغاربة كنت في تصورت معاهم. نعم. مثلا الحاجة الحمداوي رحمها الله. كيموت، اي واحد كنمشي نزورو في المستشفى كيموت. واش هذا تنمر؟ واش يعني هذا الشيء اللي بغيت نفهم انايا، علاش التنمر؟ يعني ما خصهمش يديروا هذا الشيء، لانه انا بحكم ميز عنصري، انا وليد المغرب واخا الجنسيه ديالي سعوديه. انت كبرتي في المغرب؟ كبرت في المغرب. شحال دي وانت في المغرب؟ دابا انا في المغرب تقريبا عايش فيه ديما انا، يعني كنمشي للسعوديه حتى درت 14 عام عاد بديت نمشي للسعوديه. قريت فيه، كنت فيه وقريت فيه وكبرت فيه. اذا انت تولدتي هنا وكبرتي هنا. كبرت هنا في المغرب. نعم. اها. وكنرجع. كتمشي كتلقى الامل ديالك وكترجع. نعم. وحتى يكون مثلا شخص مثلا سعودي اللي نقولوا 100% مثلا يعني عايش تما، ما خاش الانسان يكون ميز عنصري، يكون ترحيب، يكون لان السعوديين خوتنا عرب، كيبقاو خوتنا عرب، ناس عزيزين وغاليين. كنعيشوا كلنا بمحبه كبيره. الحمد لله على علاقه قويه مع السعوديين، وبغضنا على اي مهما كانت، راه واحد اصلا مغربي ماشي غير كيف ما قلتي حامل بطاقه وطنيه وحامل بطاقه جنسيه مغربيه وجنسيه سعوديه، وهذا ما كيمنعش انني باش هاد الناس يديروا معنا بحال هكا. نعم سيدي كمل. احيانا كنقول هاد الناس الله يهديهم. نعم. وكما بعدوش مني انا غنتقدم بشكايه للمديريه العامه للامن الوطني. نعم. والسيد الوكيل العام باش هاد الناس يتعاقبوا، لانه كيقوموا بنشر الصور ديالي بدون الموافقه ديالي. كتشهير، يعني كاين تشهير، كاين السب والشتم. كاين التحريض على العنف، يعني انه الناس ملي كيشوفوا هذيك التصويره وكيسحابهم بلي انا فعلا ضربت داك اللاعب حمد الله، كيقوموا يعني بالتهديد، كيقوموا ب نعم. يعني كنقرا التعليقات. بديتي خايف على راسك كيف ما قلتي قبل، بديتي خايف على راسي، بديت كنخرج وانا ماشي بحال الشعر هذا، بديت كنخرج وانا من برا الصال. نعم. غير دابا شويه انا خارج، يعني كاين ناس يعني كنشوفهم تيتكلموا، هذاك اللي شفناه في فيسبوك راه هذا وليد ربح حمد الله. نعم. وكيفاش كنقول انا متيقن هذا الخبر، ومجرد يعني شافوا صفحات عاديه اللي هي ماشي منابر اعلاميه موثوقه. نعم. يعني هذا شيء غريب، نورمالمون الانسان يشوف حاجه تيتاكد. نعم. وشفت بعض الاصدقاء ديالي اللي دافعوا ليا في التعليقات تيقولوا ماشي هو راه غير واخدين الصوره ديالو، ايضا الناس الجيران، يعني انا ساكن حدا جارو، داك السيد الله يعمرها دار كيشهدوا بشهاده حق، يعني ظريف ما يديرش هذا الشيء. انا النمله كنحشم نضربها غتبقى فيا. كيفاش غادي نضرب لاعب حمد الله اللي هو انا كنشوفه ولد بلادي، لاعب هو ولد بلادي وعزيز عليا، وانا كنشجع المغرب والسعوديه بجوج. نعم. السيد اللي وقع معاه مشكل مع حمد الله، كي شنو انت عارف هذا الموضوع؟ واش كيشبه لك ولا كيفاش؟ هو الا كان داير هاد الفاس هادي كيشبه لي شي شويه. كاين شويه الشباب شويه باش نعم بحال هكا تقدروا يبان لي يقولوا كاين شويه الشباب. نعم ولكن فاس ما كيشبه، لكن فاس ما كيشبهش، هو كبير عليا فلاش. نعم. انت 30 عام هو في عمر ديالو، تكون شي 51. نعم. واخا سي اخر كلمه السي بعدا. اخر كلمه انني يعني كننصح الناس انهم ما يتيقوش اي حاجه، اي حاجه في الفيسبوك، اي واحد محطوط مجرد انه محطوط الصوره ديالو، لانه الفيسبوك اصبح فضاء للفوضى. يعني كل كي صورت كل كي صورت شي حد تيحطها، وهذا تيحط هذا التصويرت هذه، وهي غدا كانه فوضى، وكان القانون ما تيعاقبش على هذا الشيء. وانه يعني كاينه في الفصل، يعني القانون تيعاقب على اي شخص. ما عرفش كاين، ما عرفش انها شركه تعاقب، راه ممكن يتبع قانونيا. كل من نشر او وزع حتى اللي كيبارطاجي. نعم.
اللي كيبارطاجي مثلا هذا الشيء، وسيرتو انه خبر كاذب يعني تعرض لعقوبات. يعني يقدر يتعرض لعقوبات قانونيه. شكرا بدر، وبعدين نعطيو كيف ما تبعتو معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي. بدر مغربي سعودي عنده جنسيتين، كيشبه لهذاك السيد اللي او من كيف ما قال من الفاز ديالي اليمن، كيشبه لهذاك السيد اللي ضربني، اللي ضرب عفوا اللي وقع مشكل مع حمد الله اللاعب حمد الله، لكن جاو هذوك الصفحات قبطوا وداروا حطوا صورتي، ما خلو ما داروا، وليت انا من واحد الحاله يلت لها. اليوم كيطلب ان يدخلوا يتدخلوا المسؤولين ياك السي بدر، وكيقول انهم هذوك الناس اللي حاطين صورتي راهم ممكن يتبعوا متابعه قانونيه، ولا ما نحيدوهاش راه غادي يوقع مشكل. متابعين افضل متابعين قناه شوفتي مقلي، نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بث اخر، كنتمنى انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا. شكرا شكرا لكم.